تسليما مزيدا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وتقى وصلاحا يا رب العالمين. فيا أحبتي الفضلاء، أسأل الله أوقاتكم في كل خير. كيف أصبحتم يا إخواني؟ الحمد لله بخير. الحمد لله، أصبحنا على الحمد لله على كلمة الإخلاص. أسأل الله تعالى أن يحفظنا جميعا وأن يلبسنا لباس الصحة والعافية وأن يلبسنا لباس التقوى، ذلك خير، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فيا أحبابي، إن شاء الله تعالى في هذا اللقاء، في هذا الصباح المبارك، نستأنف درسنا في مادة الأصول، ولا يزال حديثنا حول تقسيم دلالة من حيث ظهور والخفاء. لقد تقدم معنا في الدروس الماضية التقسيم دلالة من حيث ظهور الخفاء عند الجمهور، ينقسم إلى كم قسما يا إخوة؟ ثلاثة. إلى ثلاثة أقسام. أحسنت. لو فصلناه من حيث الظهور إلى قسمين، وهما من حيث الظهور النص والظاهر. النص والظاهر. النص والظاهر، هذا من حيث الظهور، وذكرنا النص والظاهر، ولما ذكرنا الظاهر أيضا ذكرنا معه المؤول، وهذا الذي أخذنا آخر ما أخذنا في اللقاء الماضي هو عن لفظ المؤول. طيب، ذكرنا تعريف، ذكرنا لغة واصطلاحا، وأيضا أمثلة، وذكرنا نوع من التأويل الصحيح والفاسد، وأخيرا ذكرنا شروط التأويل الصحيح. نراجع قليلا حتى نأخذ عليه الدرجات، يعني من باب أداء الأمانة. نعم، أريد مشاركة من ديدي. ديدي موجود؟ لم يحضر. طيب، غيره؟ عفيف. عفيف موجود؟ غائب أيضا. عبد الرحمن فائز. نعم زاد. نعم يا عبد الرحمن فائز. أذكر لي تعريف تأويل. لغة واصطلاحا، أكيد بدون النظر إلى الكتاب. نعم زاد. إما لغة بمعنى الرجوع. هي تأويل بمعنى الرجوع. نعم، من أي كلمة أصله؟ أو لا يؤول ولا يؤول أو لا يؤول. نعم، تأويل، لكن أصله من أي كلمة؟ ثلاثي. أصل الكلمة ثلاثي. على يويل ست. على يؤول. على يويل. على يؤول قلت لك. نعم سيد. على يؤول. ولن اصطلاح، ما معنى التأويل في الاصطلاح؟ يا إخوة، صوتي واضح أو لا؟
وهذا سهل. واضح. لكن ماذا عبد الرحمن فائز؟ صوتك متقطع يا أخي. عفوا سيد عفوا. بمعنى استلاحا. ما معنى في استلاح؟ تأويل. تأويل اللفظ المرجوح. تأويل. نحن نعرف التأويل وذكر التأويل يعني كيف يعني؟ تعريف شيء بشيء هذا يسمى دوران. تأويل هو تأويل شيء مرجوح. ما هو تأويل يا عبد الرحمن فائز؟ اللفظ المحمول زاد. اللفظ التأويل هو اللفظ المحمول. طيب ننبه. ليس هو لفظ. تأويل هذا فعل. لو قلنا مؤول نعم المؤول هو لفظ المحمول على المرجوح بدليل. أما التأويل إذن فعله. لو قلنا المؤول هو لفظ المحمول إذن التأويل هو الرجوع. الرجوع إلى الزوجة الأولى. رجوع إلى أين؟ لو قلنا ركز هذه عقليات سهل عقليات. لو قلنا المؤول هو اللفظ المحمول على المعنى المرجوه بدليل إذن التأويل هو حب تذكر حمل لفظي على المرجوح. بماذا فائز؟ نعم زاد. بماذا حمل اللفظ على المرجوح؟ بماذا على معنى المرجوح؟ بدليل. هذا معنى التأويل. طيب يا إخوة المصطلحات هذه مصطلحات لابد أن تكونوا يعني فاهمين جيدا حيث لو أطلق هذا المصطلح يعني على طول يعني تفهم. لأن لو لم تفهم معنى التأويل ذكرنا عن طيب إذن هو حمل اللفظ على معنى المرجوح بدليل. وقلنا ذكرنا نوعان فاسد صحيح والفاسد. أما التأويل الصوت الصوت غير واضح يا أستاذ. ما هو يا نصر جيد؟ جيد ألاني سهل أحسن من قبل. طيب إذا بدأ المدرس المعهد يدخلون الفصول طبعا ستكون الشبكة ضعيفة عندي. أنا نشترك في الواي فاي إذا كثر العدد هكذا. نعم تفضل. ماذا تأخرتم يا أيها الرجال؟ ها؟ أين إخوانكم؟ سكن؟ طيب قلنا تأويل صحيح والفاسد. نريد معنى التأويل الصحيح إلهام. إلهام محرم. إلهام موجود. موجود يا سيد. نعم يا إلهام تفضل. ما معنى التأويل الصحيح؟ التأويل الصحيح هو حمل اللفظ على الاحتمال.
حمل اللفظ على حمل اللفظ على الاجتماع. على ايه؟ حمل اللفظ على الاحتمال. أفهم الصوت لم يكن واضحا متقطعا. صوت متقطع يا أستاذ. لم يوجد صوت فتح. لا لا أدري ماذا أفعل إذا. جيد الآن. طيب. طيب صحيح قلنا حمل اللفظ على الاحتمال المرجوح بدليل قوي يقتضي ذلك. عكسه تأويل الفاسد ما هو شهيد؟ ليس بدليل؟ لا، لو قل ليس بدليل إذن ليس هو التأويل. بدليل ضعيف لا يقوى. لا يقوى على صرفه عن ظاهره، لا يقوى عن صرف معنى عن ظاهر اللفظ. على كل حال يقول هذا يا إخوة لا تزال مراجعة يعني ضعيفة لم تعجبني. حاولوا يا إخوة، أنتم تعرفون منهجي في بداية الدرس مراجعة 15 دقائق، فأعدوا أنفسكم قبل المراجعة. ألا أقول يا هذه مراجعة تفيدكم، لكن إن لم تكونوا مشاركين متفاعلين يعني المصلحة يعني قليلة. لا بس عسى أن يكون خيرا في اللقاء القادم بإذن الله تعالى. الآن سنأخذ موضوعا جديدا. معذرة أنا أستاذ. بدأ الصوت يتقطع أيضا. لا أسأل ماذا عندك سؤال؟ أستاذ لما فهمنا في الكتاب، في الكتاب ذكر لأن المؤول يرجع معنى اللفظ إلى المعنى البعيد. ما معنى المؤول هنا أستاذ؟ أين؟ في أي صفحة؟ مؤول ولا مؤول؟ المؤول يا سيد. 392 صفحة 392. خرج. في أي صفحة؟ لم أسمع صوتك. 392. إيه نعم 92. في أي فقرة هذه؟ وجدتم في الفوق يا أستاذ، في الفوق على شيء. تأويل سمي بذلك لأن المؤول. سطر أول. سمي بذلك لأن المؤول يرجع معنى اللفظ إلى هذا بسبب تسمية المؤول. قطع. خرج. تعبان. متقطع يا إخوة. لا أدري هذه شبكة منذ أن. الحمد لله أستاذ الآن الصوت بدأ واضح. ما نعرف سببه. إيه طيب قلنا المؤول هو جزء لك تكون مؤول أو متأول. هذه العلاقة بين معنى اللغوي والصلاحي. قلنا معنى اللغوي رجوع. ما علاقته بالصلاحي؟ أي أن التأويل لفظ مؤول يعني لأن المؤول يرجع إلى معنى البعيد. شخص هذا يرجع إلى معنى البعيد ليس عن ظاهره، معنى البعيد
الظاهر هذا اللفظ فلذلك يسمى تأويل الرجوع لأنه يرجع إلى معنى البعيد الذي لم يكن موضوعا له بدليل يذكره هذا معنى مؤول هو الشخص الذي قام بالتأويل واضح؟ هذه العلاقة بين معنى اللغوي والاصطلاحي نعم حسنت هذا الدليل على أنك قرأت نعم هذا جيد يا أخي لذلك إن لم تقرأ كتاب لم تفهم العبارة لأننا لم نستطيع أن نقرأ في كل مرة وأنا أفوض أمر إليكم عفواً أستاذ الصوت عفواً أستاذ الصوت متقدم مرة أخرى يا أستاذ عفواً كل ما بينته معذرة يا أستاذ الصوت غير واضح لا بد أخبر ستسأل الآن جيد يا إخوة الحمد لله سات جيد يا شهد ممتاز استخدمنا هذا القوة لأخ شهيد بارك الله فيه طيب نرفع لكم الأرض مرة أخرى الله استعان اللفظ المجمل ركزوا معي يا إخوة المجمل المجمل هو من ضمن من أقسام دلالة من حيث الخفاء تكلمنا من حيث ظهور انقسم لقسمين نص والظاهر أما المجمل هذا من ضمن الخفاء هو من حيث يعني من دليل الخفي هكذا ليس ظاهر يعني غير واضح دلالة لو قلنا في النص والظاهر إن دلالاته واضحة لكن في المجمل لفظ المجمل دلالاته غير واضحة بحيث لو أطلق هذا اللفظ لم يفهم منه المعنى طيب معنى المجمل لغة واصطلاحا عندنا في اللغة مجمل بمعنى المبهم والمجموع وأيضا المخلوط قد يراد به بمعنى الإبهام الجمع أو الخلط لأن هذا على صيغة اسم مفعول مجمل فنأتي باسم مفعول مفعول أيضا مبهم مجموع ومخلوط وأصله من أي كلمة مجمل أجمل يجمل إجمالا أبهم يبهم إبهام جمع يجمع وخلط يخلط خلط يقال أجمل الأمر بمعنى أبهمه أجمل الأمر أي أبهمه أو يقال أيضا أجملت الحساب إذا جمعته أجملت الحساب إذا جمعته شكل إجمالي ما معناه شكل مجموع هكذا هذا معنى المجمل من حيث اللغة يراد به إبهام شيء غير واضح مبهم أو مجموع أو مخلوط بشيء يخلط يختلط بشيء هذا يسمى مجمل أما في اصطلاح بمعنى ما دل على أحد معنيين لا مزية وقد تكون معاني أكثر من معنيين قد تكون هذا اللفظ يدل على معنيين فأكثر لكن لا مزية لأحد المعاني عن الآخر بالنسبة إليه أو يعرف ابن قدامة والأول هذا تعرف قريب من تعريف الألآميلي في الإحكام وتعريف ثاني هذا تعرف عند ابن قدامة وهو ما لا يفهم منه أي من هذا اللفظ عند الإطلاق معنى لا يفهم منه معنى عند الإطلاق هكذا أصله
la yufham minhu ma'na 'inda itlaqi itlaqihi. هذا عند ابن قدامة. لماذا جعلت هنا لون أحمر يظهر عندكم الأرض شباب؟ موجود نعم جعلت هنا لون أحمر لأن هذا إضافة من الشارح في الحقيقة تعريف ابن قدامة فقط إلى هذا معنى ما لا يفهم منه عند الإطلاق معنى. فانتقده كثير من العلماء فزاد معين حتى يستقيم التعريف. إن أردنا التعريف الصحيح هو ما لا يفهم منه إلا إطلاق معنى معين. معنى معين، أما معنى موجود لكن لا نعرف، هذا اللفظ يتردد بين المعاني لكن هو له معنى، هذا اللفظ له معنى لكن لا نعرف من أي يعني أي معنى الذي يراد بهذا اللفظ. لذلك زاد لفظ معين. شرح التعريف قلنا، لو قلنا ما دل على أحد معنيين، ما دل، إذن ما دل شيء الذي له دلالة، لابد أن يكون هذا اللفظ له دلالة، إذن أخرج منه لفظ المهمل، المهمل الذي لا يستخدم أكيد ليس له دلالة، أو لفظ لا يفهم منه أصلا. اخترع مثلا أي لغة أي كلمة لم يفهم منه العربية، إذا ليس له دلالة. أخرجنا ما ليس له دلالة وهي ما يسمى بالمهمل على أحد معنيين أو أكثر. أخرجنا النص، إن النص لا يحتمل معنى واحد. لا مزية، أخرجنا الظاهر، لأن الظاهر وإن احتمل معنيين أو أكثر يعني في أحدها أحدهما راجح، بمعنى الراجح في مزية نستطيع أن نفرق، وإن كان هذا اللفظ يحتمل المعاني لكن يعني يظهر أن معناه هذا هو احتمال راجح. ها قلنا لا مزية، إذن لا نستطيع أن نقول أن هذا هو المراد أو ذاك، لماذا؟ للتساوي دلالته. هذا المعنى له معاني أو أكثر يعني يتساوى في اللغة معانيها، لا نستطيع أن نقول أن هذا هو الظاهر، لا نستطيع، لذلك نقول أنه مجمل. هذا فيه شيء خطأ لأحدهما. عن الآخر بالنسبة إليه، لا مزية لأحدهما عن الآخر. قلنا هذا أخرجنا منه الظاهر، لأن الظاهر عندنا مزية، نستطيع أن نقول أن هذا احتمال راجح وهذا المرجوح. بالنسبة إليه، بالنسبة إلى هذا اللفظ، بالنسبة إليه، بالنسبة إلى هذا اللفظ، لفظ مجمل ليس بالنسبة إلى دليل آخر. لو قلنا بالنسبة إلى دليل آخر قد يأتي دليل آخر يبين معنى هذا اللفظ المجمل. إذن النظر نقول مجمل نظره إلى هذا اللفظ، لا ننظر إلى دليل آخر. لا يقول أحد هذا اللفظ ليس مجمل لأن هناك دليل يبينه، هذا واضح. إذا جاء المبين صار هذا اللفظ المجمل مبين، لكن نظرنا في هذا اللفظ بدون نظر إلى دليل آخر، هذا معنى بالنسبة إليه. واللفظ المجمل في النصوص الشرعية لم يبقى منه شيء ما يتعلق بالأمور التقليدية. لماذا؟ لأن الشريعة لو ترك لفظ الفاظ المجملة إذن كيف سيؤدون، كيف سيؤدي العباد، كيف سيتعبدون بهذه النصوص لو ترك مجملة، خاصة متعلقة الأصوات المتعلقة بالعبادة أحكام شرعية. فلذلك لم يبقى من المجمل شيء من النصوص الوحي التحريفية. قل ألفاظ المجمل الموجودة في النصوص لقد بينت، خاصة الألفاظ المتعلقة بأمور تقليدية متعلقة بالعبادة بحقوق وغير ذلك.
لكن هل يبقى منه شيء ما لا يتعلق بتكليف؟ نعم، الذي لا يتعلق لفظ مجمل ولا يتعلق بتكليف يبقى مجمل موجود. لكن كلامنا يعني في نصوص تكليفية لم يبقى من المجمل شيء، لقد جاءت شريعة بيّنت ذلك، وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما ترك لنا أترك لنا محجة البيضاء ليلها كنهارها، يعني كل وضوح شريعة، إن الحلال بين وإن الحرام بين، هذه الأشياء. نعم، مثال لم يبق منه مجمل، إن لو عشنا الآن أو عشنا الآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فجاءتنا الآية وأقيم الصلاة وأقيم الصلاة وآتوا الزكاة، ماذا فهمتم؟ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ماذا فهمتم يا إخوة؟ تخيلنا الآن، تصور أننا نعيش في عهد النبي، فنزلت الآية وأقيموا الصلاة في بداية الأمر بأمر بإقامة الصلاة وأقيموا الصلاة، ماذا فهمنا؟ كيف سنصلي يعني؟ هذا كيفية الصلاة، صفة الصلاة بالنسبة إلى هذا اللفظ الصلاة مجمل. هذا لفظ الصلاة بالنظر إلى لفظه إن لم يأتي دليل آخر يبين صفة الصلاة، يبين شروط أركان، نحن يعني نفترض أنه لم يأتي دليل لبيان هذا، فكيف سنصلي؟ وصار هذا لفظ مجمل، لفظ الصلاة ليس لفظ الأمر، وأقيم إني واضح دلالته على الوجوب، لكن الصلاة وأقيم الصلاة كيف سنفهم؟ يفهم بدليل آخر. إذا إطلق وأقيم الصلاة لا نعرف هذا الصلاة كيفية الصلاة وكم مرة في اليوم وعدد الركعات، هذه كل أشياء نقول مجملة. وأيضا وآتوا حقه يوم حصاده، آتوا حقه، حق كلمة لفظ حق في بداية الأمر قبل ورود الدليل الذي يبين معنى الحق، سنقول وآتوا حقه يوم حصاده، حق يعني هنا حق ماذا يراد به؟ هل هو حق واجب زكاة أو حق تطوع يعني صدقة؟ وما مقداره؟ وإلى من نصرفه؟ هذه كلها مجملة. هذا في عهد النبي طبعا، لو عشنا، أما الآن نتكلم طبعا نقول وأتحق هذا لفظ المجملة، لأن لقد بينت الشريعة، لقد بين هذا اللفظ فصار مبين. نعم، أيضا ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها مثله، يؤدي زكاتها. إذن يعني موضوعنا في مجمل في الحقيقة، لو نظرنا إلى يعني نصوص شرعية لا لم يبقى منه شيء، إلا أنه باقي على الإجمال ما يتعلق بها التكليف، ما يتعلق بها يعني لا يتعلق بالتكليف، مثل حروف مقطعة ألف لام ميم كاف هاء عين صاد حم، ماذا العلماء يقولون؟ هذا من ضمن المجمل، أنا لا يفهم منه شيء. وأيضا بعض العلماء يقولون أنه متشابه، أن هذه حروف مقاطعة يدخل في معنى المتشابه بناء على قول الله تعالى: والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهة. فقال متشابهة هنا الذي لا يفهم منه معنى إلا إطلاقه، وهو حروف المقطعة. نعم، طيب، وجاء مؤلف ببيان هذه الآية يعني ما نحتاج إليه، لقد أخذتم هذا في مستوى أول أو ثاني في معنى تقسيم، هناك في المجاز وأظن مرت بكم حروف مقطعة في الأصول، صحيح؟ في بداية القرآن، في حجة القرآن، في حجة القرآن مرت بكم الآية المتشابهة، فلا نحتاج إلى بيان هنا مرة أخرى. طيب، الآن عندنا أسباب الإجمال، أسباب الإجمال ينقسم
سنذكر هنا ثلاثة أسباب. السبب الأول هو اشتراك لفظي، الاشتراك لفظي. ما معنى اشتراك لفظي؟ أن هذا اللفظ يشترك مع غيره في معنى، وهذا اللفظ له معاني عديدة، يعني لا نستطيع أن نقول أن هذا هو المعنى الظاهر أو هذا هو معنى الراوي لتساوي درجات في اللغة. مثله قول مثل لفظ القروء، فإنه يتردد بين الحيض والطهور، طهر طهر، أو هنا فإنه يحتمل الأطهار والحيض، لأن الجمع يحتمل الأطهار والحيض، ولا يوجد في السياق ما يدل صراحة على المراد منهما. لا نعرف في السياق في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ما الذي يراد؟ حتى من سياق الكلام لا نعرف، هل يراد من هذا لفظ القروء بمعنى طهر أو أطهار أو الحيض؟ لا نعرف على التساوي. فهذا ما يسمى باشتراك، اشتراك لفظي، هو لفظ المشترك. وإن كان بعض العلماء بعضهم يعني يفصلون بين، يفرقون بين المجمل والمشترك، كما سيأتي معنا في الأخير الفرق بين المجمل والمشترك. لكن ظاهر أن المؤلف هنا يميل إلى أن ليس ثمة فرق كبير بين مشترك ومجمل، لأن من ضمن من أسباب الإجمال هو اشتراك اللفظ. بمثال قروء، أيضا الشفق، الشفق هذا متردد بين البياض والحمرة. صلى في قول النبي صلى الله عليه وسلم صلى العشاء بعد غيبوبة الشفق، متفق عليه. ما معنى الشفق هنا؟ فإنه يطلق على الحمرة وعلى البياض، على التساوي الذين يقبان غروب الشمس، يقبان يعني يأتيان بعد غروب الشمس. فنحن لا نفهم إلا إطلاق هذا اللفظ الشفق هل يراد به الحمرة أو البياض، لأن معناه في اللغة كلاهما يعني له معنى متساوية، يعني درجة تتساوى معناها، لا نستطيع أن نميز بينهما. فهذا ما يسمى باللفظ المجمل، من أسبابه الاشتراك اللفظي. نعم. وذكر بعضهم العين، لكن في الكتاب، في كتابكم هذا ذكر لفظ مثال العين في نوع ثاني، وهو السبب الثاني، واشتهار المجاز وكثرة استعماله. اشتهار المجاز وكثرة استعماله، ومثله لفظ العين. لماذا يقول لفظ العين؟ لأن في الأصل لفظ العين حقيقة، حقيقة ماذا؟ عين البصر. إذا أطلق لفظ العين في الحقيقة العين، يفهمنا أنه عين البصرة، عضو من أعضاء الجسم، البصر، هذا هو الأصل. لكن لأن استعماله في المجال مشهور ويكثر، فصار هذا معروفا، يعني كأن صار هذا المجاز حقيقة. لذلك فصل المؤلف هنا اشتهار المجاز وقصص معاله، يعني كأنه صار حقيقة، فيلحق بمعنى الحقيقة، وصار عين له معنى الجاسوس، وأصله مجاز، بمعنى عين الجارية، يعني منبع، فصارها مجاز، فصار حقيقة. فلما اشترك هذا المعنى المجاز وتفص معليه فصار حقيقة يشاركه في معنى، فصار هذا أيضا من أسباب الإجمال. نعم. لأنه ماذا؟ صار هذا الاستعمال معروفا كأنه شبه حقيقة. نعم. حتى فقال هنا وقد اشتهر هذا الإطلاق حتى ساوى الحقيقة وأمكن أن يكون سببا للإجماع. وأيضا مثال لفظ النكاح، النكاح في الأصل يراد به الوطء، في الأصل الوطء، لكن استعماله في الشريعة، استعماله في الشريعة بمعنى آخر، يراد به أيضا عقد،
فقال ثم أطلق على أطلق على العقد مجازا استعماله استعمال هذا لفظ النكاح بمعنى العقد هذا مجاز لأن الصرف معنى أنا حقيقته استعمال لفظ في غير ما وضع له أصله وطأ لكن يستعمل في معنى آخر بمعنى العقد لأن هذا مجاز استعماله في شرعي العرف الشرعي فإذا ورد لفظ النكاح في الأدلة الشرعية احتمل المعنيين فصار مجملا ما لم يسحبه بيان يعني وجدنا لفظ النكاح في الآية في الحديث يعني قد نفهم هل يراد به نكاح بمعنى اللغة وطع أو أنه النكاح أيضا بمعنى العقد يتراد بينهما فقال الله سبحانه وتعالى فلا تحل له من بعد حتى تنكيها زوجا غيره في حق المطلقة البائلة فلا تحل له من بعد حتى تنكح حتى تنكح هنا هل بمعنى حتى تطأ الجماع أو أنه بمعنى العقد أو هو عقد مع الوطن هنا يشترك لفظ لذلك هنا أصبح مجملا لكن قلنا أيضا أن هذا اللفظ قد بين لقد بين نعم بدليل ماذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى تذوقي عسيلته لا يحل لك أن ترجع إلى الزوج الأول حتى تذوقي عسيلته أي عسيلة زوج الثاني ويذوق عسيلتك فلا تسألوني ما من عسيلة وأنتم كبار مر بكم هذا الحديث ماذا سؤال ما معنى عسيلة أبو سعد قلت لك لا تسأل ما زلنا صغار الإنسان هكذا لو منع تجرأ كلنا رجال عسيلة هو من الأصل اسم تصغير هذه لفظ الكناية عسل عسيلة ما أنا عسيلة تعرفون أنتم يعني ما يحتاج للبيان هذا عسيلة حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلته يعني معنى كناية عن الجماع فهمنا أستاذ كناية عن الجماع نعم طيب هذا السبب الثاني والسبب الثالث والأخير بعد ذلك نحاول نقرأ من الكتاب وهو إطلاق أو التعميم في موضع وهذا الموضع لا يمكن العمل به لا يمكن عمل فيه بالمعنى الظاهر من اللفظ لاستقراره إلى التحديد يعني ورد هذا اللفظ في موضع العموم تعميم إطلاق أو التعميم في موضع لا يمكن عمل فيه إلا بالتحديد كما مر بنا في الأوقات حقه يوم حصاده كيف سنعطي حقه ولا يعرف وزن هذا مقداره وإلينا نصرف مصاريفه وأي أنواع الذي يجب فيه الزكاة إذن هو في موضع لا يمكن العمل فيه بمعنى الظاهر إلا بوجود دليل آخر لتحديد من دليل آخر فالحق مطلق غير محدود ولا معروف المقدار وكذلك أمر بصلاة كما بينا قبل بيان صفاتها والفرق بين هذا السبب والأول أن السبب الأول يكون للفظ فيه معنيان محددان أو معاني محددة نجزم بأن المراد أحدها وأما في هذا السبب فإن المعنى المقصود غير معروف بعينه ولا هو محصور في معاني محددة بحيث يتردد بينها الفرق بين السبب الأول هو اشتراك اللفظ والثالث إطلاقه في التعميم الاشتراك اللفظي نحن نعرف معاني لأن مثلا له أربع معاني مثلا طهور مثلا معنيان
الأقر القرء الطهر والحيض نعرف معاني لكن لا نعرف تحديده ما الذي يراد به منهما. أما في الثالث لا نعرف هذه المعاني هل هو يراد به معنى المقدار، هل يراد به معنى صفات الزكاة أو مصارفه، هذه كلها مجملة لا يتردد بين هذه الأشياء لا نعرفها. فكيف نأخذ فكيف سنحدد فنقول هذا معنى من معاني هذا اللفظ إن لم نعرف تحديده؟ فهمتم؟ يعني الأول سبب الاشتراك ماذا؟ له معاني معينة لكن لا نعرف تحديده بالضبط، ما الذي يراد بهذا اللفظ المجمل، لكن نعرف أنه يتردد بين هذه المعاني، يعني على العين يتردد بين الباصرة، الجاسوس، عين الجارية، نعم هذه الأشياء، الشفق بين الحمرة والبيض، لكن حق، ما هو الحق؟ هل هو حق؟ ها؟ ماذا حق يعني؟ هل هو حق واجب أو حق تطوع أو؟ يعني معاني واسع جدا في يعني يتردد بين الأشياء لا نعرفها. فلذلك قال هنا وأما في هذا السبب فإن المعنى المقصود غير معروف بعينه، غير معروف بعينه ولا هو محصور في معاني محددة. يعني ممكن أن نوسع معنى حق، يعني دائرة، يعني توسيع دائرة كبير جدا. يعني حق هنا هل هو حق في المال نفسه؟ هل هو حق في ماذا؟ في مصارفه؟ هل هو حق في أدائه؟ هو حق يعني معاني واسعة جدا. هذا الفرق بين السبب الأول والثالث، السبب الأول والثالث. نعم إلى هذه النقطة يا شباب قبل أن نأخذ الفرق بين المجمل والمشترك. هل هناك سؤال معنى لغة واصطلاحا؟ ثم قلنا لا يبقى من الألفاظ المجملة في النصوص الشرعية التقليدية إلا قد بينت. نعم وأسباب الإجمال ذكرنا الثلاثة، وهناك أسباب الإجمال آخر، ارجع إلى كتاب رب الناظر وكشف الساتر يذكر لك أنواع أخرى بس الإجمال في الحروف، ويذكر بين أسباب أو مواضع أحوال. سأقرأ لكم مثلا، قد يكون الإجمال في الحرف محتمل كالواو، الواو تصل للعاطفة والمبتدئة، أيضا من تبعيد وللجنس وابتداء الغاية، حرف باء إلصاق إضراب تبعيد. إذن هذه الأشياء أيضا تقع الإجمال في الحروف. تدفن سات. نعم هذا سبب الإجمال عند جمهور يعني أو عند المؤلف في على ذكره في الكتاب. هذا نحن نتكلم عن دلالة الجمهور، لم نتكلم عن الحنفية. الحنفية سيأتي معنا بعد في الصفحة التي بعدها. نعم والتقسيم الآن عند الجمهور، تقسيم عند الجمهور. نعم تقسيم عند الجمهور. نعم قد يراد قد يكون المعنى يعني يتساوى مع الحنفية من حيث التعريف، لكن كنا تقسيم الآن عند الجمهور وهو ثلاث أقسام، نصف الظاهر المجمل. نعم سؤال آخر. قلت لمن أراد أن يعرف أكثر في أسباب الإجمال ارجع إلى كتاب رابة الناظر أو شرحه، يذكر لك اسم إجمال في الحروف، أيضا إجمال قد يكون في بحسب التصريف، اسم كلمة المختار مفعول فاعل نفس الصيغة نفس الوزن، فلا يجمل لماذا يراد؟ هل هو يراد الفاعل أو مفعول؟ إن لم يكن هناك سياق يبينه، إذن قد يقع أيضا في تصريف.
ومثال في الحروف امسه بوجوهكم وايديكم بوجوهكم من اخذ التبعيد اما قال الشافعيه يكفيه بعد ثلاث شعيرات هذا مبني على اجمال في حرف فامسحوا بوجوهكم من اخذ بوجوهنا بي ليس بوجوه وامسحوا برؤوسكم عفوا فامسحوا بوجوه ايديكم منه هلا في سوره الوضوء يا الذين اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وامسحوا برؤوسكم قلنا الجمهور قالوا بي هنا الصاق بعد الالصاق ليس بل تبعيض ليس بعد الرؤوس انما ان نلصق بالرؤوس اذا جميل وهذا موافق دليل حديث عثمان بصفة وضوء النبي ها اذا كل يرجع الى هذه خلاف الاصول ايضا تردد في مرجع العوض والضمير ضمير مثلا يقع الاجمال في الضمير ايضا هل يعود هذا الضمير الى الفاعل او الى المفعول مثل بيده عقدة النكاح بيده هي من ها بيده عقدة نكاح هي هل ولي او الى زوج الاجمال ايضا ايضا اسباب الاجمال تخصيص بالمجهول اقتلوا المشركين الا بعضهم ها مجهول تخصيص بالمجهول بعضهم من بعضهم هل يراد بتخصيص معين او لا ارجع الى هذا الكتاب يذكر ايضا في صفه مجهوله وحين لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محسنين سبب الاجمال ان الاحصان غير مبين فكان صفه مجهوله المحسنين ما هو بيان لكنه قد قام دليل على بيان ان معنى الاحصان هنا هو الذي عفيفه للمحسنين تبتغوا باموالكم محسنين غير مسافهين نعم والله اعلم بالصواب إذن بقي لنا الفرق بين المجمل والمشترك ثم بعد ذلك نبين تقسيم الحنفية لدلالة بين من حيث الوضوء والخفاء في سؤال أخير يا شباب هل هناك سؤال آخر الأخير يا أستاذ نعم هل مرادف من المجمل هو متشابه بعض العلماء يقول ان ليس هو المرادف يعني مجمل ومتشابه لكن من ضمن المجمل هو الفاظ المتشابهات خاصه الذي وقع الالفاظ تقع في الحروف المقطعه منهم من قال ان هذا المجمل ومنهم من قال أنه متشابه بناء على قول الله تعالى كنا أم الكتاب وأخرى متشابهات نعم فلا يعني مشاحة في الاصطلاح لأنه لا يفهم منه عند إطلاق المعنى نعم منهم من قال أنه مجمل منهم من قال أنه متشابه نكتفي بهذا القدر يا إخوة وأذكركم بآخر تسليم الواجب غدا يوم الأربعاء فالأصل المفروض يعني أريد الموضوع في الحقيقة يعني العرض منكم لأن بعد أن قمتم بالبحث المفروض تعرض تقومون بعرض الدرس إن شاء الله جعلوا في الواجب الثاني إذن آخر التسليم غدا ولا تنسوا ورأيت لم يسلم أمس رأيت أمس لا أدري اليوم هل هناك من قام بالتسليم أو لا أبرق لسروم أبرق لسروم لأن حتى أضع درجة مباشرة لو أرسل عبر واتساب إني أعمل مرة أخرى أضيفه إلى كلاسروم فالكلاسروم رابط السابق رابط المستوى الثالث لا يتغير بارك الله فيكم أسأل الله تعالى أن ينفعنا بعلمنا الإسلام والمسلمين ويوفقنا لما يحب ويرضى وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
يذكرون. الأرض السلام عليكم يا اخوان، هل صوتي مسموع؟ مسدو مسدو. ايه شكرا شكرا. تفضل اقرا. الو الو.